بالتزكيه ايضا اتحاد كره القدم يعتمد خماسي رابطه الانديه، يضم التشكيل كل من احمد دياب وكابتن عماد متعب مرشح النادي الاهلي، وكابتن عامر حسين الاستاذ احمد دياب طبعا، وكابتن عامر حسين وكابتن خالد رفعت مرشح الزمالك، وكابتن شريف صالح. ودعا الاتحاد المصري لكره القدم الانديه القسم الاول لمسابقه الدوري الممتاز في خطاب رسمي لترشيح ممثل عن كل منها في موعد غاياته الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر لانتخاب رابطه انديه القسم الاول يوم 19 سبتمبر. وحدد الاتحاد المصري لكره القدم وفقا للائحه النظام الاساسي المتضمنه تكوين رابطه الانديه للقسم الاول الا يكون ممثل النادي عضوا بمجلس ادارته او موظفا به، وبالتالي هناك رابطه للانديه. ولكن حتى الان رابطه الانديه بتبقى قراراتها غير ملزمه للاتحاد المصري. هل سيتغير هذا الكلام خلال الفتره القادمه لما يقعدوا مع بعض، لما يقعد الاستاذ احمد دياب وكابتن عماد متعب وبقيه الرابطه اللي موجودين مع اتحاد كره القدم اللي حط اثنين ممثلين لواء صفي الدين وايضا اللواء ثروت سويلم، الاثنين هيكونوا متواجدين من قبل اتحاد كره القدم، وبالتالي هنشوف ايه، هل هي توصيات فقط ولا ستكون قراراتها ملزمه؟ احنا عايزين ان تبقى القرارات ملزمه علشان تقدر هذه الرابطه تدير مباريات الدوري العام خلال الفتره القادمه، ده اللي هنشوفه بقى مع الايام اللي جايه.